بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى معالي السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان وذلك في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي وأعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البرقية عن خالص تعزيه ومواساته لمعالي رئيس وزراء اليابان ولأسرة الفقيد وللشعب الياباني الصديق لافتا سموه إلى أن اليابان والمجتمع مع الدولي فقدوا قائدا استثنائيا كرس حياته لخدمه وطنه وشعبه راجيا لاسرته الكريمه الصبر والسلوان مستذكرا دور الفقيد البارز وجهوده الكبيره في تعزيز العلاقات الثنائيه وتنميه اوجه التعاون المشترك بين مملكه البحرين واليابان